سوف أعود بهم عنك، ولا يقال ابن أبي لا يطاع له رأي. صرحوا خيولكم وجمالكم في زروع أهل المدينة، سوف نقضي عليها. دعوها تأتي على كل شيء. هيا. أحشان، انظر للذهب، اسمع الرنين، اشفي واستشفي يا وحشي. هذا الجبل يا أبا عامر؟ هذا جبل أحد، وهذا الجبل الذي خلفنا ونستند إليه هو جبل عينين. مقابلنا أحد عدوة فرس، إنه مراح للخيل. أتظن أن محمدا سيخرج إلينا؟ لا أظنه يفعل، وإن فعل فأني لا أرجو ألا يخرج ولدي حنطل معه. أهو معه؟ بلى، لو دعاه إلى موته لما سأله حتى يموت دونه. حنظلة، ماذا أفعل لك يا حنظلة؟ أبا عامر، هل أنت واثق من أن أهل يثرب ينصتون إليك إن أنت دعوتهم للتخلي عن محمد في ساحة الوغى؟ معي 50 منهم، وما أشك أن أكثرهم سيطيعني ويتبعني دون محمد. وقد اتصلت سرا بعبد الله بن أبي بن سلول، وما نحن بأشد حقدا على محمد منه، ولسوف يخذله إن خرج ويخذله إن لم يخرج. لا نجاة لمحمد. ليس محمد قادما إليكم. خرج؟ كنت أرجو ألا يخرج من يثرب، فأهلكهم جوعا وحصارا وأمهكهم حتى يستسلموا. لقد بدأت الحرب. أعلهم يا ابن جبير، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن لا تبرحوا هذا التل مهما حصل أمام عيونكم، حتى لو أفنونا، سواء كانت الدائرة لنا أم علينا. لا تبرحوا، وامضحوا خيل المشركين عنا بالنبل حتى لا يأتون من الخلف. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا مصعب، ماذا ترى يا عبد الله؟ أرى قريشا آتية بأحقادها وناراتها، آمنة أن تستأصل عصبة الإيمان، ولو قدروا لما تركوا منا حيا على وجه الأرض. اللهم خيب ظنهم واخزهم.
ما تتمنى في موقفنا هذا يا عبد الله؟ اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه وقاتله فأرزق الشهادة في سبيل الله. اللهم آمين. هل عرفت الفرس جيدا؟ إنها العود، وعدت محمدا بأني سأقتله وأنا عليها. أجل افعل، فإن لم نقتل محمدا فما فعلنا شيئا. سأفعل. يا رسول الله أطيعوني ولنعد إلى يثرب فنقاتل فيها ونهزم قريشا. يا ابن أبي، لا عودة عن لقاء عدونا، إنا لا نخشاهم، ولا ينبغي لهم أن يتفاخروا بأنهم حصرونا في مدينتنا. لن نسمح لخيلهم وعيرهم أن تأكل زروع المدينة وأن تقطع نخيلها. إننا نمتنع بديننا يا ابن أبي، وما النصر إلا من عند الله. يا رسول الله أطيعوني ولنعد إلى يثرب. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن نعود قبل أن نناجز القوم عن ديننا ومدينتنا. مدينتكم؟ سنرى. ماذا يا أبا عامر؟ إن الأوس والخزرج قد خرجوا إلينا ولم يتخلف منهم أحد. أين الذي وعدتني؟ يا أبا سفيان، انتظر قليلا ولسوف تسمع أخبارا طيبة. بعد قليل سيحفى الوطيس وتشتبك السيوف وتشتجر الرماح. ماذا ننتظر؟ انتظر ما وعدني به عبد الله بن أبي. إن البشرة تنتظرك يا أبا سفيان، وأنا أكمل على الباب بعدها. متى؟ لا تتعجل، فما أنت بأحرص مني ولا من ابن سلول على هزيمة محمد واستعصاره. يا معشر الأوس والخزرج، أنا عبد الله بن أبي، إني لأرى موتكم والسبي زراريكم. لقد نصحت محمدا بالعودة إلى يثرب، لكنه أبى وأطاع غيري. أنا عائد إلى يثرب، فمن أراد العودة فليتبعني. إن قريشا قد جاءت بجيش جرار لا قبل لنا به. ما هذا؟ ابن أبي بن سلول نجم نفاقه. من له بنفسه حاجة فليعد معي إلى يثرب. قبحك الله من منافق. يا رسول الله، دعني أذهب إليه وأقتله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يا عبد الله، بل دعه يذهب. إن يخذلنا الآن أفضل من أن يخذلنا وسط المعمعة. قاتلك الله يا منافق، إنك والله عدو لله ولرسوله وللمؤمنين حتى لبني قومك. قاتلك الله بذنبك، ما أقبح ما أتيت به. لم يبقى إلا نستمع إلى النساء في المعارك. النساء؟ ليتك كنت من النساء، بل جرو ذئب في الصحراء خير منك. يا ابن أبي، ستلاقي فعلتك في جهنم بإذن الله. لو عيناك ملكا علينا لهتكت أراضنا كما تفعل الآن. قاتلك الله. يا ابن أبي، والله لو أمرنا رسول الله لعدت مهمولا إلى قبرك. قبحك الله من منافق خؤون. اصمت يا أسيد. إن الدائرة لنا، إن الدائرة لنا. هبت رياح نصر قريش. اليوم نأخذ ثأرنا من وافرينا. أعيهم. من هذا؟ إنه ولدي. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا السيف بحقه؟ أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فما حقه؟ يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تضرب به المشركين حتى ينثني. سأخذه بحقه إن شاء الله. يا أبا دجانة،
يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموضع صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، والله وأنا لأمشيها إلا في هذا الموضع، وإنما زيادة في نكاية أعداء الله. بارك الله بك يا أبا دجانة. أخرج أبو دجانة عصابة الموت. أذقهم من منايا يا أبو دجانة. بسيف رسول الله. ابن عبد المطلب الذي يهد صفوفنا بحربتك المسمومة هذه وسابقا به. اقتله. محمداً رسول الله.